ايه شو طالعون؟ شغل اغنية بابا. يا يين ولا سايرين، قاعدين ولا ماشيين، جالسين ولا رايحين؟ يا يين ولا سايرين، قاعدين ولا ماشيين، جالسين ولا رايحين؟ الدراسات تثبت يا عيوني إن الشمس هي المصدر الأهم لفيتامين دال الذي يحتاج إليه جسم الإنسان، وتعمل أشعة الشمس على الوقاية من مرض الزهايمر. والدراسات أثبتت يا عيوني إن أشعة الشمس المباشرة زينة للجلد، لكنها مو المفزينة حق سلندرات الغاز. أبوي يحطوهم ورا البيت في الظل. باي عيوني. أنت يوم بنيت لي البيت ما قلت لي إن عليه ضمان 99 سنة ضد الهزات الأرضية مقياس 8 رختر. أنا قلت 8 رختر. أنا قلت 7 ما قلت 8 رختر. طابوق ما قلت انك موردنا من نفس المصنع اللي كان يورد لسور الصين العظيم؟ ترى في النهايه صيني يا ابو عنبر. انزين الحين اباك تسكر لي فتحه سور الصين العظيم، وبالمره تسوي لي صيانه كامله للبيت. حاضر، ما طلبت يا ابو عنبر. حاضر. بس بكم؟ والله حقك انت ب 300,000. هالمره على ستر يا ابو عنبر. رايي تركب جهاز كاشف الدخان لحمايه بيتك في المستقبل. ابويا هذا شكله غالي ويبال شغل. سعره بسيط ويتركب بنفس اليوم. وانبر غالي. ها سمعت شو قال؟ بناء هالبيت وصيانتك كلفوك ملايين الدراهم، متبخل على دفع مبلغ بسيط لجهاز بيحميلك كل هالاملاك والارواح اللي بالبيت. انزين يا ابو عنبر، انا ساير الحين بسوي لك اوردر بجيب لك كل الاغراض اللي تباني اركبها لك في البيت، وإذا تبى الجهاز اللي قال لك عنه الريال خبرني عشان أكلم الشركة المعتمدة من قبل الدفاع المدني تجيبه وتركبه لك بالمرة مع أعمال الصيانة. عطني فرصة 3 أيام بشاور الأهل ونسأل عنه وإن شاء الله خير. شو اللي بتسألون عنه؟ أنت بتركبه ولا بتناسبه؟ أنا بخبرك عنه. هالمعرس أقصد هالجهاز اسمه كاشف الدخان، وشغلته شمام يشم ريحة الدخان بعد ثواني من اندلاع الحريق، ويطلق صوت رنين عالي. عشان شو؟ عشان شو بعد؟ أكيد الشردة. يسمونه إخلاء. إخلاء. ها أكلم الشركة يركبونه لك؟ نقول السكوت علامة الرضا؟ لا 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 لا. مو بتروح تركب من عندي شركة، في شركات معتمدة أعلن عنها الإعلام الأمني عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوزارة الداخلية. أشوفك على آخر عمرك قمت تميلح نفس الفاشينيستات. استلب مملوح واحد. أشوفهم كلوا بالعقلك الحلاوة وأقنعوك تركب هالجهاز اللي يشم الدخان. تبى الصدق؟ الصراحة الريال كلامه مقنع. أقنعني. واللي بيجيب لك جهاز شمام أحسن وأرخص من جهاز مالهم. كيف يعني؟ بابا إذا الجهاز مالهم يشم الدخان بعد ثواني، الجهاز اللي بيجيب لك يشم ريحة الدخان قبل الحريق بربع ساعة. شو تقول أنت؟ والله
وإذا الجهاز مالهم ضد الحريق بس جهاز ينا ضد الحريق وضد الحرامية بعد، يعني اثنين في الواحد، نفس الشامبو في البلسم. هاي سنابجية، وايد حماس حق العرس الأسبوع الجاي، لأن وصل فستاني الجديد اللي صممته للمصممة العالمية شهربان، خصيصاً لي نسخة واحدة ليميتد إديشن. هي سمعي يا تفوح، أولاً الليميتد إديشن اللي يسمعها يقول شارتني بفلوسها، وآخرتها كل شغل شحاته ودعايات في السناب. سمعيني يا تفوح. ها شو طلعني بخاطرك؟ قولي أباش تتسحبين لين غرفة ريماني وأنا بشغلها هني، وتصورين فستانه والدين، أبا صورة فستانها لسبب ما. حسبي الله عليك، واللي هو أبا أفشلها، بفصل فستان كوبي منه وبلبسه جندرة وبخليها ترقص في العرس بليه بليه، وريماني هاي بخلي فضيحتها في العرس بليه بليه. شامبي صيانة البيت خلصت والأثاث الجديد وصل، وين جهاز كاشف الدخان اللي قلت لي بديبه؟ هذا كاشف الدخان الأقوى في الشرق الأوسط وفي الميدل ليست. يا شامبي عن الحركات، وين الجهاز؟ بوامبر ما بتحصل أحسن عنه، هذا كاشف والشمام دخان طبيعي، هذاك صناعي، ممكن بطارية مالي يخلص أو بالك ما دفعت فاتورة الانترنت، واي فاي ماله بيبند، هذا ما يبند 24 ساعة شغال، وحتى وهو نايم خشمه قايم، وهذاك يشم ريحة الهريجة بعد الثواني، وهذا يشم ريحة الدخان قبل الهريجة بنص ساعة، يعني تسوي الأخلاء وانت تمشي وما يحتاج تركض. لا والله، وغير انه ضد الحريق هذا ضد الحرامية بعد، يعني بتضرب عصفور بحجرتين. هي والله صدقت. وبما انك الزبون الوحيد عنا، فاز اسمك في القرعة اللي سويناه، والمفاجأة ربحت معانا شبك الحرامي ده والتركيب ببلاش وبدون تكاليف الشحن. مبروك حبيبي القلبي، تستاهل. كونجكتريليشن. مشكور مشكور، ما قصر. وفوقه بنعطيك دورة مجانية في الأخلاء بعد سماع الرنين، أقصد بعد سماع النباح، وكيفية الأخلاء وكيفية التصرف عند وقوع الحريق. يا معاريس عين الله ترى، والقمر والنجوم تمشي وراك، يا معاريس عين الله ترى. او ماي جاد، نسيت ابخر فستان العرس. دستورك دستورك يا ريماني يا حبيبتي، كم مره قلت لك ما بزين تحطين المبخر في الكبد تحت الثياب؟ كم بيت احترق بسبت هالشي ريماني؟ مو بجن الكبد تهتز؟ ما ادري، ما لاحظ. ما علينا، يلا انا ساير بحضر الكورس، شان بيبي يعطيني درس في كيفية استخدام الطفاية. يلا باي. مرحبا ابويا، هاي تفوح من وين طلعت لنا مستنزلة؟ ريماني اعطيني الطفاية لا تحرق لنا البيت. يما ابويا كيف يستخدمونها هاي؟ يا تفوح مو بسالفة، هاي حتى بالويكند حضرتني، الريال بالجزيرة الحمراء ابيل سقام بالويكند. قص دام لك ساكن براسي، انا بكيفي يا ابوي احضرك واصرفك متى ما ابا. دم دم يا مسود الوي، وساعدني خلي احرق هذا البيت واكل يا مر مالهم، يا مرهم حلو ولذيذ وسبايسي. ريماني شهر يا ورارة. اوكي بس بتفعيلي اوفر تايم. عجب يلي بات ماشي اوفر تايم.
تعصبني ولا تراني برفع عليك اللي جارها. ماشي اوفر تايم ها؟ يلا شوف من بيسكن براسك. انا طالع. يلا تشاو. وانا شبحك الحرام يا كبنا. بشوفك بشوفك كيف بتطلع. قلت لك ما بسير. هير انا ما اصرفك. وانت بتمشي واقف مثل تبرق برزة. رجع بطفاية. ما اعرف كيف استخدمها. اول شيء عدل الطفاية بين يديك واقبضها بالقو. شلها من مقبض الحمل واسحب مسمار الامان. لا 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 تعلم. نزل عليك الإيجار 50%. لا تعلم. وجه القاذف نحو قاعدة اللعب. يلا بوي بسرعة مفاضي انك لا وراي دبنا الجزيرة الحمراء. لا 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 قلت لك لا تعلم. يعني لا تعلم. اضغط ذراع التشغيل. لا 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 سامحوني سامحوني يا جماعة ما كنت بحالتي الطبيعية. تعرفونه تعرفونه بهذه اللي في راسي. اللهم سكنوا فيه بساكنه. وهذا الفيكس جبته. خلني أسوي صيانة لخشمك. أيوة خل خشمك مفتوح زين ما زين. لا تفشلني جداً أبو عنبر. كل المخارج هناك. هناك شيء مخرج ثاني طلعنا ورا البيت. مخرج ثاني. تراكم سديتوه سويتوه ستون عبيتوه كراتين وسامان. المفروض هالكلب الثور مالك ينبينا قبل الحريج بربع ساعة مثل ما قلت قبل عشان نقوم بالإخلاء مو بعد 5 دقايق. مو مشكلة اعتبره درس عملي لكيفية الإخلاء. أولا فستاني فستاني العرس بيحترمك. أولا لازم تشيلين فستانك وذهبك وانت بعنبر شيل فلوسك ومستنداتك المهمة واهم شيء الحسن والسيرة والسلوك اولا بعد رنين جهاز كاشف الدخان واكتشاف الحريق يجب اخلاء المنزل من جميع الاشخاص فورا. اوفي انت من وين طلعت لنا بعد؟ تعالوا وراي. وين سايرة؟ بجيب فستان العرس. شو الخطوة الثانية اللي المفروض يسوونها يا شامبي؟ ثانيا البحث عن دوشك بو سبرينج والكاهوه من الدريشة للخارج علشان نكفس. ثانيا اغلاق الباب وراءك لتأخير امتداد الحريق للغرف المجاورة. ساه انا عارف بس كنت اختبرك. ما شاء الله عليك شكلك مذاكر زين ما زين. ها يا شامبي شو الخطوة الثالثة؟ الخطوة الثالثة الخطوة الثالثة هيه تذكرت. ثالثا اطفاء النار بالقماش. ثالثا حاول اطفاء الحريق عند بدايته بطفاية الحريق مو بكندورة لكن بدون ما تعرض نفسك او حواجبك للخطر. فديت لقلبك يا بعد الحواجبي. ورابعا صبر صبر هاي عارفها الاتصال بالدفوع المدني. صحيح ما شاء الله عليك شكلك مذاكر زين ما زين. قلت لك انا عارف بس كنت اختبرك من الصبح. مشكور ما يحتاج تتصل ترانا وصلنا ما نبان خسرك رصيد. لا انا اصلا سويت مسكوت. فستاني بين فستان العرس. امبي شو تسوين يا المينونة؟ وابوي وابوي بموت. ما برايي ما تنفس بموت. يا جماعة help me حد ياخذ فستاني يوديه بعيد. مدخنتنا حق العرس ما بريحته تخترق. حاضر ما طلبتي عيوني. حسبي الله عليك يا شامبي
ما أدري ليش سمعت شورك وركبت شبك الحرامي هذا. وهليلة استوى سبيك ولدان. سو شير اياه سماويتها وارسم للدنيا بسمتها والفرحه.